سلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بالناس الجداد. اليوم غادي ندير معكم واحد صوبة او لا صوب شامبينيون بطاطا كتجي زوينه بزاف، وواحد الحشوه ديال البيتزا اللي ساهله وتهي تجي رائعه. بالنسبه للصوب، اول حاجه غادي نديرو هي غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نزيدو عليها واحد شويه ديال الملح والابزار، وغادي نزيدو عليها البرو مقطع. هنايا من الاحسن البرو، الا ما كانش البرو تقدروا ديروا هذا البصله، مي البرو كيعطي واحد اللذه خاصه. وغادي تزيدوا معها بطاطا اللي قطعناها بهذا الشكل مربعات، ولي شامبينيون من الاحسن هادو طريين، ضروري يكونوا هاد لي شامبينيون هادو طريين. غادي نخلي كل شيء تقلى في هذيك الزبده مزيان مزيان، عاد باش غادي نزيدوا عليها الماء الطايب. هنا كتبقى الكميه حسب الاختيار وحسب عدد الاشخاص. ملي زدنا عليها الماء الطايب غادي نخليوها حتى كطيب. بالنسبه للبيتزا، هنا كانت ديجا عندي لاباط واجده، زدت عليها لاصوص طوماط، غادي نزيد فوق منها قطع ديال الشامبينيون حتى هي، والفلفله حلوه. هنا البيتزا كتبقى اختياريه، كاين اللي كيديرها بالطون، كل واحد والحشوه اللي بغى يديرها ديرها وحسب المتوفر اللي عنده في الدار. صافي، وغادي نزيد معاها شويه ديال السوريمي ولا دانت فيمي، وبطبيعه الحال ملي غادي نرشها بالفرماج غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الزعتر، هذاك الزعتر هو اللي كيبنها وتعطي واحد اللذه رائعه. وهنا بعد ما طابت لينا لا سوب، هنا من الاحسن من الماء ما يكونش كتير بزاف باش ما تجيش خفيفه، الماء يكون القياس يعني اللي غادي تطيب فيه. فاش طابت لينا زدت عليها هنايا شويه ديال لا كريم فريش، اللي ما عندوش يعوضها بالفرماج كاري حتى هو كيلددها، اللي توفر على القشره الطريه يديرها، راه كتعطيها واحد اللذه رائعه بزاف. هنا طحنتها بالميكسور اولا طحنوها في الخلاط الكهربائي اللي بغيتو. اي فوالا، لا سوب ديالنا ها هي وجدات، كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها على حسابي. والبيتزا حتى هي بعد ما طابت وخرجناها من الفران كتجي زوينه بزاف. بالنسبه لهاد لا سوب، نهار غتجربوها غتوليو مدمنين عليها، داك الشامبينيون والبرو تعطيوها واحد اللذه خاصه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من التعليقات ولي لايك، واخا تعلقوا غير بنقطه باش الفيديو يطلع مازال الناس اخرين. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه.